نورنا ومشرفنا النهارده محمد فخري نجم النادي الاهلي واللعيب اللي قدر السنه دي انه يقدم اوراق اعتماده ويقدم موسم كويس جدا في المشاركات اللي لعبها والاوقات الصعبه اللي شارك فيها سواء في مركز نص الملعب او الظهير الايمن او في الوقت اللي اعتمد عليه كولر. هنتكلم معاه بشكل موضح في السنه دي عشان نعرف ايه اللي خلى النادي الاهلي يكسب 5 بطولات والاوقات اللي هو شارك فيها دي كانت بتمثل له ايه. منورنا يا محمد في يلا كوره. الله يخليك يا بودي، انا كل زي الفل الحمد لله ومنور انت موجود معايا. عايز اتكلم معاك في الاول عن النادي الاهلي والبطولات، 5 بطولات برضو موسم استثنائي، قدرت انت تكسب دوري فيه، قدرت انت تكسب افريقيا خصوصا بطوله الدوري. عايز اعرف منكم انتوا كنتوا مستعدين في بدايه السنه ان انتوا تكسبوا البطولات دي كلها وان انتوا تحققوا الانجازات دي كلها، والسيزون ده بالنسبه لكم كان ايه؟ احنا من اول السنه مع مستر كولر تولى الاداره الفنيه، ف احنا كنا اي بطوله بندخلها عامه بنركز فيها، بنركز في كل الماتشات اللي بنلعبها. دايما الراجل لما يجي يتكلم معانا بناخد ماتش بماتش وبطوله ببطوله، مثلا ما فيش ماتش في الدوري وبعد كده ماتش في الكاس فنركز اكتر في الكاس، لا احنا كان كل بطوله بندخلها بنركز فيها كويس، عشان كده قدرنا ان احنا نحقق البطولات دي كلها. واهم حاجه من ده كله اللي احنا كنا دايما اللعيبه دايما بيكون في اجتماعات بنتكلم مع بعض ان دايما يكون هدفنا عالي، ان احنا مثلا ما ناخدش بطوله واحده نقف بس عند الموقف ده، لا لازم نكمل، لازم ناخد بطولات اكتر، لازم نعمل موسم لنفسنا تاريخي، لازم تعمل تاريخ لنفسك في النادي علشان النادي الاهلي نادي كبير، فانت لازم تكتب اسمك معاه، بتكون حاجه كبيره جدا ليك. لو هتكلم معاك على البطولات اللي انتوا كسبتوها السنه دي، ايه اصعب بطوله كانت بالنسبه لك او البطوله اللي ليها طابع خاص عندك؟ هو بطولتين اكيد الدوري، لان الدوري ده البطوله دي الوحيده اللي بتكون على مدار الموسم، غير مثلا الكاس، الكاس بيكون 5 ماتشات. افريقيا برضو طبعا ليها بطوله كان ليها طعم تاني، ان انت بتكسب الرجاء، بتكسب الوداد هناك في ملعبهم وسط الجماهير، وبالذات ان انت السنه اللي فاتت خسران هناك، فانت بتعوض، كان لينا هناك طار فبتعوض اللي انت خسرته. بس بطوله الدوري دي كانت بالنسبه لي لان انا شاركت فيها اكتر، وكانت على طول على مدار السنه كلها، فدي كانت اصعب بطوله وكانت احسن بطوله ان انا استمتعت بيها. يعني البطوله اللي انتوا كفرقه كنتوا مركزين عليها، هل بطوله الدوري اللي كانت غايبه عندكم بقالها سنتين ولا دوري ابطال افريقيا؟ ايه البطوله اللي انتوا كفرقه بتبقوا حاطين تارجت رقم واحد اللي انتوا تحققوه؟ جماهير النادي الاهلي عامه ما بتكونش في دماغها ان انت تدخل بطوله، وفي بطوله كانت غايبه عنك انت المفروض تجيبها، هم بالنسبه لهم كل البطولات خلاص انت خلصت السنه وبدات سيزون جديد، فانت خلاص انت بالنسبه لك التارجت اللي قدامك البطولات اللي جايه دي كلها. فاحنا دخلنا اول بطوله كانت بطوله السوبر، وبعد كده الحمد لله كسبناها بطوله الكاس، وبطوله الدوري دي بتفضل على مدار السنه كلها لان هي اكتر عدد ماتشات بيكون 34 ماتش، فدي بتكون اصعب بطوله اللي انت دايما بتكون محافظ على ادائك ومحافظ على التركيز بتاعك طول السنه، اللي انت بتلعب ماتشات بنقط، والفريق ممكن فرق بتكون في اول السيزون مش فايقه بس بعد كده بتزيد معاك يعني في التحدي وكده. وبطوله افريقيا، بطوله افريقيا بتكون تقريبا 13 ماتش يعني، فدي بتكون بطوله مهمه طبعا اللي انت بتلعب بليفل اعلى بمستويات احسن بلعيبه محترفه اكتر، باحتكاكات، بسفر، بمعاناه، بحاجات كتيره بتكون صعبه. لو عايز اتكلم معاك بقى عن بطوله افريقيا بالتحديد، دي كان ليها ظروف خاصه معاك، ابتديت تشارك فيها وبعد كده حصلت لك ظروف، وبعدين الفوز بالبطوله في النهايه وسط اجواء صعبه خالص. عايز اتكلم معاك بالتحديد عن البطوله دي. هي بطوله افريقيا هو من اول ما مستر كولر مسك الفريق وانا الحمد لله بادي معاه بشكل كويس، الحاجات اللي بيطلبها مني بنفذها، بحاول اطلع اقصى حاجه في التمارين، انا دايما معاه على طول، بيعتبر اللي احنا بنتمرن او بنكون موجودين في النادي تقريبا 6 ساعات في اليوم 7 ساعات، فانت هو شايفك طول الوقت قبل التمرين وبعد التمرين، فبتحاول انت بتطلع اقصى حاجه عندك عشان يكون ليك انتاجيه في الفريق وبيكون ليك بتعمل حاجه مفيده للفريق. يعني ليه غبت في النص كده؟ غبت في النص، احنا كنا بنلعب الهلال السوداني في السودان، وبعد كده هنرجع على طول على السودان، من السودان لاسوان علشان نلعب نادي اسوان في الدوري. فانا كان جالي هناك فيروس في هنا في الوازي، فقعدت 20 يوم في البيت، كنت تعبان، خسيت 8 كيلو، ما كنتش بقدر اتحرك، كنت ادوب اذا كنت بعمل حاجه كنت بروح بس اصلي وبس، بصلي في البيت بس وما بتحركش اي حاجه تانية يعني.
بس فانا لما رجعت 20 يوم في البيت من غير اي حركه بعد ال 20 يوم قعدت تقريبا بتتاهل بعدها اسبوع 10 ايام فانت خدت وقت برضو على ما انت ترجع فيه بتكون في ناس ادت في مكانك بشكل كويس بقت مفيده للفرقه بشكل اكبر فانت طبيعي في النادي الاهلي حد بيكمل انت بتستنى دورك او بتحاول تجتهد علشان توصل بس للمكان اللي انت افتقدته يعني. وبعد كده كسبتوا البطوله بقى في النهايه ودي بقى كانت بطوله يعني زي ما انت اخد من كلامك اللي هو رد اعتبار. انت السنه اللي فاتت خسرت من الوداد هناك وسط الجمهور فانت ما تروح السنه دي وسط الجمهور وهنا اما احنا كسبنا 2-1 احنا رايحين وحاطين هدف قدامنا ان احنا كده كده هنكسب ما كانش في دماغنا. كانت 2-1 دي مقلقه بالنسبه لكم شويه؟ لا ده هي كانت مقلقه بالنسبه لهم احنا كسبانين احنا برده احنا خارجين بعد الماتش كان في معظم الناس خايفين بس احنا خارجين ماتش 2-1 لينا فاحنا اللي كسبانين اصلا احنا كنا رايحين مش قلقانين من اي حاجه خالص عامه من اي عوامل خارجيه هو الجمهور اصلا هناك في المغرب او اي جمهور عامه في اي نادي هو اخره معاك بس ان هو بيشجع ما بيعملش اي حاجه اكتر من كده انت لو اتخذت الكلام اللي هو بيقولوه ده انت مش فاهم اصلا ان هما بيشجعوك فانت خلاص مش هيأثر فيك يعني انتوا كلاعيبه وانتوا هناك في الملعب والجمهور اللي موجوده دي كلها ما كانتش بتاثر فيك انتوا بالسلب لا عشان احنا مش فاهمين كلامهم مش لعيب فاهم اي حاجه لا لا هما بيغنوا خلاص كانهم بيشجعونا ايوه بالظبط انت بتفهم انت مش فاهم اي حاجه فخلاص انت التشجيع ده ليك وخلاص كسبتوا بقى البطوله وانت كنت موجود كمان في الملعب انت بالنسبه لك يعني سيناريو الماتش اللي كان حاصل ان النادي الاهلي يكمل بالطريقه دي وان النادي الاهلي يفرض سيطرته في الملعب وعلى الماتش ده وسط الاجواء دي كلها كنت متوقعينه اصلا؟ هو انا هتكلم انا عن نفسي الماتش كان ليه طبعا كده كده ظروفه انا كنت مبسوط ان الوداد جاب جون في اول الماتش او يعني في البدايه لان هم انت زي ما قلت لك هم هناك العوامل بتاعتهم الجمهور والملعب والتحكيم فهم لازم في اول الماتش هيكونوا ضاغطين عشان يجيبوا جون عشان يحطوك ضغط تحت ضغط ويكونوا عاملين عليك ماتش كويس اول ما جابوا جون هم خلاص هديوا فاحنا بدانا نمسك الكوره بدانا نشتغل بلعبنا احنا كويسين بنروح للجون فالحمد لله يعني اصلا ما جبنا الجون في التوقيت المتاخر ده كان ليهم كان جون صعب يعني كان جون صعب وبعدين اضاعتوا العديد من الفرص اللي كانت تقدر تخليك تفرق بجون واثنين وثلاثه واربعه هم بعد ما احنا تعادلنا خلاص هم ما ادوهمش حل غير ان هم يا اما يجيبوا كمان جون يفتحوا الملعب بالظبط فخلاص هم فتحوا الملعب فانت طبيعي رحت في كذا كوره بس الحمد لله سطلانه بقى ايه سطلانه دي اللي خليتوها ترند لغايه دلوقتي هي سطلانه دي كابتن عمرو السليه هو اصلا اللي كان صاحب الاغنيه هو اللي اعلن على الاغنيه صاحب الفكره صاحب من قبل الماتش من قبل الماتش بشهر ولا حاجه بشهر كنا في عزومه مع حمدي فتحي كنا قاعدين فقال شغل كذا كذا سطلانه فشغلنا الاغنيه عادي فوقتها بعد ما رحنا المغرب فالاغنيه دي كان طارق هو اللي ماسك ليه؟ الجي بي ال الجي بي ال كان ماسك الجي بي ال وبعدين هو اللي كان دايما في الصوره هو ومتولي يعني هو طاير بتاع الاحتفالات ولا دي كانت بتاع السلاله والسلاله ما خدش حقه لا فيها لا 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 هو السلاله ما خدش حقه فيها بس طاير هو دايما بيليق عليه كل حاجه يعني فجابها بقى وكنتوا متفقين هي دي اللي هتشتغل بس كان مترتب لها من قبل الماتش ولا جت بالصدفه؟ لا ما كانش مترتب لاي حاجه خالص ولا الاغنيه ولا اي حاجه بس هي كانت وقتها انت دايما لما بتعمل حاجه كويسه اي لحظه بعدها خلاص بقى طلعت الترند دلوقتي ما شاء الله كسبت كام بطوله مع النادي الاهلي؟ انا السنه دي بس 5 بطولات الحمد لله يعني دلوقتي 10 بطولات بالظبط مع النادي 10 بطولات في كام سنه؟ في 2000 من 2018 بقى لي 5 سنين ونص لو اقول لك بقى في ال 10 بطولات دول اغلى بطوله ليك في ال 10 بطولات من انضمامك للنادي الاهلي افريقيا مع اني ما شاركتش فيها والدوري السنه دي الدوري افريقيا السنه دي والدوري وبطوله برضو السنه دي السوبر احنا كسبنا 2 سوبر قدام الزمالك وقدام بيراميدز بس اللي كان الاغلى كان قدام الزمالك لان ماتش الاجواء هناك كان كويسه وكان في اول السنه كانت بدايه الموسم ليك الحاجه الاولانيه اللي انت بتعملها في اول السنه دي اللي بتدي لك دفعه يا اما بتكمل وبتبني عليها يا اما بتخلص عليها فهي دي كانت بالنسبه لنا ماتش الزمالك ده السوبر ده كان احسن كانت بطوله كانت كويسه ليا جدا اتمرنت مع سواريش هكلمك في مؤخرا بقى على مستوى الاجانب سواريش وفايلر وموسيماني وكولر الفرق بين الاربعه ايه؟ مستر فايلر انا هو اتصعدت معاه قعدت معاه بعد الكورونا على طول تقريبا شهرين بس ما طولتش معاه فهو كان مفيد ليا بالنسبه لي جدا كان اول مدرب اجنبي اتمرن معاه كان ليه فكر كبير بيساعدك دايما في الملعب كان دايما معظم لعبه اللي قدام كان بتستلم الكوره كان في تمرين بيعملها ان انت
ما ينفعش تباصي اصلا لورا، دايما لعبك لقدام لقدام. فده كان بالنسبه لنا كان فكر جديد، او بالنسبه لنا كان فكر اون تارجت على الجون وايجابي كل. انت دايما دايما التارجت بتاعك ان انت تجيب جون، ما ينفعش ترجع الكره، ما ينفعش تلعب يمين شمال، انت اقل عدد لمسات بتوصل للجون فيها. بعدها على طول موسيماني ورحت انا البنك الاهلي، ورجعت انا من فتره اللي هي الاعاره. رحت البنك الاهلي الاعاره، وبعد كده رجعت ما لعبتش مع موسيماني كتير، او تقريبا لعبت تقريبا 3 ماتشات بس، وبعد كده مستر كولر يعني. طيب الفكر ما بين فايلر وموسيماني، في اختلاف في التفكير، في طريقه اللعب، في الاداء، بالنسبه لك كلاعب انت تقدر تحس بيها؟ مستر فايلر ليك يعني ليه الماتشات كلها عامه، او التارجت بتاعه ان انت تجيب جون بقى العدد لمسات، دايما لعبك لقدام. مستر موسيماني كان ليه دايما فكر تاني، ان انت بتجمع لعب في مكانه، وبعد كده تاني للناحيه التانية اللي انت توصل للجون وتفضي مكان لنفسك. كان كل واحد حولات. تفكير يعني كل واحد ليه تفكير معين، بس انت في الاخر برده الهدف بتاعك واحد يعني. كولر كولر ده يعني ده ميكس بقى ما بين مستر فايلر وموسيماني. هو دايما ليه فكر معين، دايما بيديك الثقه ان انت تلعب براحتك، بتلعب باداء بيطلع كل اللي عندك، سواء حتى لو انت وحش ونفسيا بيعاملك كويس جدا. ما بيخليش مثلا عندك اللي انت تيجي التمرين وانت زهقان، بالعكس انت بتيجي وانت عايز تطلع كل حاجه، عايز توري انت قد ايه كويس. التمارين بتاعته مش قليله خالص، ممكن تروح تتمرن التمرين بتاعه ما تطلعش فيه حاجه، او تتمرن تمارين لا عاديه، لا التمرين بتاعته كلها كوره، تمرين كلها على الجون، تمرين كلها بتزودك انت من الناحيه الشخصيه يعني. اصلا في كل التمارين بعد التمرين بيكون ليك انت مثلا نص ساعه اللي انت ممكن تتمرن وتلعب تزود حاجه انت ناقصاك. فدي كانت حاجه ميزه مش عندي مدربين كتير انا اتمرنت معاهم يعني. اللي انا بقى يعني قبل ما اقفل بقى قصه الاربعه او ثلاثه انت اتمرنت معاهم، موقف مع كل واحد فيهم، موقف انت تنساهوش بقى، موقف واحد بيشدك، واحد بيحفزك، واحد بيتكلم معاك. لو هبدا معاك مثلا بسواريش، مستر سواريش لا كان كويس معايا يعني. هو اخر مره كان اتكلم معايا قال لي انت بالنسبه لي شخص كويس، بتجتهد، بتعمل اللي انا عايزه، بطلب منك 1 2 3، انت عملت 1 2 3 وزودت 4 5 من عندك، فدي حاجه كويسه. كان دايما كلامه معايا كويس، ان هو مش محتاج حاجه مني اكتر من كده. موسيماني حصل مع موقف ايام كورونا، كان جالي كورونا، فكنت انا وكذا حد لا الاسماء بقى لا. خلص الموقف، خلص اصلا خلاص يعني، الكورونا دي خلصت خلاص. لا كان 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 كنت انا واحمد عبد القادر وطاهر. فاحمد عبد القادر كنا احنا الثلاثه واقفين، وكان جالنا كورونا في نفس الوقت. فهو واقف قدامنا فقال لي طاهر، قال لي طاهر احنا داخلين على كاس عالم، فانت روح وعوض اللي انت خسرته من الكورونا واشوفك على كاس العالم. روح كل بقى، روح كل. لا ده عادي، روح انت ملوش كل. عبد القادر قال له قال له تعالى، قال له انت كويس، قال له الحمد لله، قال له خلاص انت روح، روح عند روح عند اهلك أهل. وكل. هو عارف ان هو مش من القاهره، فقال له روح عند اهلك وكل، وعوض اللي انت برضه نفس الكلام، عوض اللي انت عملته وتعال وتعال. وانا التالت واقف جنبهم كده، فبص لي قال لي ليتس جو، يلا انا عوضتش معاكم. هو انا قلت له انا عوضت فيها يعني. قال لي على التمرين. فبعدها برضه في موقف ما كانش بيلعبني خالص، ما كنتش بشارك معاه خالص. فجالنا الفتره اللي هي قبل كاس الرابطه، بس انتوا مجبورين بقى تشاركوا في كاس الرابطه دي، مجبورين نشارك، ان احنا كان بيلعب كان صعدوا كتير من الناشئين، فهو ما يعرفش حد غير 3 4، وكنت انا من ابرز الناس اللي هو يعرفهم. فهو بجري على الملعب، المفروض بتاهل من الكورونا دي، لان هي بتكون بتخسر، اذا كنت بتخسر وزن وبيشوف بقى حاجات تبع تاخد برنامج معين بتمشي عليه. فانا بجري حوالين الملعب، مش هنساني يعني، فناديته كده، ما كانش بيكلمني خالص قبل كده، فلقيته بيقول لي ماي بوي اي نيد يو، تعالى ماي فازر. بس بعد كده كملت بقى معايا. انا عايزك تلعب الرابطه معايا. قلت لهم انا الاثنين يعني. اسالك برضو بالمناسبه، انت يعني انت بتتكلم ان كل واحد فيهم ليه موقف معاك، هل انت طلعت كل اللي عندك للنادي الاهلي وكل امكانياتك؟ لا طبعا، انا لحد دلوقتي ما طلعتش 20% من المستوى او من الحاجه اللي انا عايز اعملها للنادي. 20% بس؟ وللجماهير. هي الفكره ان انا بلعب كل فتره، فانت لما انت تيجي تلعب كل فتره بتكون بالنسبه لك صعبه، ان انت تنزل اي فرصه بتكون عايز تعمل كل حاجه، فانت يا اما بتطلع معاك حاجه كويسه يا اما بتبوظ خالص، لان انت ما بتشاركش كتير. غير لما انت بتيجي تلعب
بتلعب وانت مطمن بتلعب ماتش ورا التاني ورا التاني ورا التالت، فانت مستواك طبيعي بيزيد. فانا بس هي كانت مشكلتي كلها ان انا مش بشارك بشكل كبير، بس انا ان شاء الله يعني بحاول اجتهد وبحاول اطور من نفسي. حتى اي مدرب بيجي يعني اخر فتره دي بسال دايما مستر كولر ايه الحاجه اللي هي ناقصاني عشان ازودها، ايه الحاجه المفروض اعملها، انت بتحب حاجه معينه المفروض تفيدني في الملعب افيدك في الملعب بس. فانا بحاول يعني اتعلم واطبق الحاجات اللي هو عايزها يعني بس. وانت بتقول ان انا ما طلعش مني غير 20% ولسه في 80%، انت لعبت ماتشات كبيره جدا السنه دي، هبدا بيك بماتش الزمالك. ان انت تلعب الزمالك وتكسب 4-1 نتيجه كبيره جدا، مع العلم ان النادي الاهلي برده ما كانش بالقوام الاساسي او كان في تغييرات كتير، الناس كانت قلقانه من الماتش ده وجمهور الاهلي كان قلقان من الماتش ده. دخلت الماتش ازاي؟ وهل كنت بتشوف القلق ده على السوشيال ميديا او على الجمهور ان في لعيبه كتير ما كانتش هتشارك؟ لا انا في الاول انا كده مش بتابع السوشيال ميديا خالص، ما بركزش فيها ولا اي حاجه. احنا كنا محضرين الماتش، احنا سواء بنلعب الزمالك اي فريق بيكون ليه احترام ومركزين على الحاجات نقطة الضعف بتاعتهم، قوة التركيز، بنذاكرهم كويس قبل الماتشات، فبنكونش قلقانين من اي ماتش، احنا بس بنكون مركزين وداخلين في ماتش بنعمل اللي احنا عايزينه وبنلعب لعبنا احنا، هما الفرق التانية اللي بتركز علينا، احنا بنركز على حد. فاحنا كنا حاضرين الماتش من زمان، وطبعا كده ماتش الاهلي والزمالك ده بيكون ليه سواء انت في اي بطولة دوري كاس لو حتى ماتش ودي بيكون ليها اهمية كبيرة يعني عند الجمهور، لانه بتكون بيشكل الجمهور عامة الماتش سيناريو الماتش كمان غريب يعني، كرة في العارضة بعدين تترد ليك بجون وبعدين تبقى موجود تكسب 4، فالسيناريو نفسه بتاع الماتش كان غريب. مستر كولر بيدينا تعليمات بنشتغلها، انت بتطلع اقصى حاجه عندك والتوفيق ده كده كده بيجي من عند ربنا. احنا كنا مركزين احنا نعمل نتيجه اكبر من 4-1 بكتير يعني. كنت داخلين الماتش عارفين ان انتوا هتعملوا اكتر من كده؟ كنت عارفين تكسبوا كام؟ احنا كنا حسمنا الدوري خلاص يعني، بالرغم احنا كنا برضو حسمنا الدوري، بس كنا مركزين احنا من حاجه اكبر من كده. بس احنا يعني جينا الشوط الثاني يعني طبيعي انت بتكسب مثلا. عايزين تكسبوا كام الماتش ده؟ 6-1 مثلا يعني. كنت حاطين في دماغكم كده ان انت تنزل تعمل، كنا عايزين نعمل نتيجه اكبر من النتيجه التاريخيه اللي كانت قبل كده يعني. بس كانت دي كانت هي وايه اللي حصل يعني، ايه اللي ما خلاش توصل لكده؟ انت كنت حاسم الدوري وداخل الماتش والشوط الاول كسبان 3-0، فانت طبيعي يعني بتكون مستواك بيقل شويه او بتطمن، مش مستواك بيقل، بتطمن للماتش اكتر، بتلعب براحتك، فممكن ما بتكونش بالجديه زي اول الماتش. بس ايه بقى اللي حصل معاك بعد الماتش كده؟ الموقف اللي حصل معاك كنت بتحكي لي عليه قبل ما نسجل. على ايه؟ بتاع كابتن مدحت شلبي. على اي ماتش؟ ماتش الزمالك. ماتش الزمالك انا خارج بعد الماتش فلقيت في ناس صحابي بعت لي يقول لي كابتن مدحت شلبي بيتكلم ما كانش احسن حاجه عليك. فانا قلت له ما اعرفش. فانا طبيعي بعد اي ماتش بتفرج على الماتش عشان اشوف انا عملت ايه كويس عملت ايه وحش، بس من غير تعليق او كده يعني. فانا دخلت بالذات على الكابتن مدحت شلبي واتفرج على الماتش. فانا بيجي لي 3 4 مثلا كان في الماتش اتفرجت عليه، فخمس ست كور بلعبهم كويسين، بقطع الكوره من على 18، بعمل فاولات لينا، الكور كويسه. فبسمع صوت الكابتن مدحت شلبي بيتكلم في الكباري والدولار انا مش موجود. فتيجي مثلا كوره بعدها كوره تقطع مني على 18 مثلا في نص الملعب، فلاقيه مركز يقول لك لا لا فخري ده لازم يركز شويه، فخري ده عايز ياخد كتير. فاللي انت بتقول يا كابتن كان بيشوف بس كان بيتكلم على السلبيات. هي كانت بتيجي حظي كانت وقتها كان بيجي ان هو ما بيكونش مركز في الماتش مثلا وقتها، بيكون بيتكلم على حاجه بره يعني. كنت بتزعل لما بعد ما مشي حمدي فتحي ان النادي الاهلي بيتكلم على لعيبه في نص الملعب او عايز يتعاقد مع لعيبه في نص الملعب وانت موجود يعني ما بتجيش في الوقت؟ قلت طب انا موجود، النادي ممكن ما يدينيش الفرصه، النادي ممكن ليه ما بلعبش، الكلام ده كله ولا ما بيجيش في دماغك؟ انا بقالي في النادي 5 سنين، فمر عليا لعيبه ولعيبه بتيجي ولعيبه بتروح ومدربين بيتغيروا، بس انا بشوف المدرب اللي بيجي محتاج ايه، محتاجه ايه في الملعب فانا بعمله يعني، بيطلب مني حاجات معينه انا بعملها خلاص. فانا مش ما بيأثرش عليا ان مثلا حد بيجي او حد بيروح والكلام ده خالص. شايف انضمام امام عاشور للاهلي ازاي؟ ده امام عاشور كان بيلعب معايا في المحله، كنت مع بعض. لينا صوره مع بعض احنا بوريها لك. انت اللي زمان جدا على طول اصلا بيلعب معايا في الناشئين وفي الدرجه الاولى، كان اخر سنه قبل ما امشي على طول كان كان كانت صعد يعني. كان ما كلمته بعد ما اتكلمت واتقابلنا كذا مره يعني. كنت عارف انه جاي الاهلي؟
لا بصراحة لا يعني قول لنا بصراحة، كنت ما انت قريب منه وكنت تعبوا مع بعض اكيد، كلمك يسألك فخري الامور عندكم عاملة ازاي، الدنيا كويسة، اجي ايه رأيك، اكيد سألك طالما انتوا قريبين من بعض كده. لا ما مستنيش، بس هو كان بيستني بيقول لي اقرب مكان هادي كده في الزمالك يعني يقعد فيه. فعرفت ساعتها؟ لا يا بهزر. لا لا ماليش، بس انا كده كنت عارف يعني، طبيعي انت جوه النادي بيكون في حاجه بتحصل انت ما اتفاجئتش، كنت عارف ان من اول ما سافر ولا من وقت معين؟ من وقت ما جات له الاصابه، من اول ما اتصاب وبدا ان هو هيجي وعرفت ان هم اصلا مخلصين كل حاجه. بس اضافه للنادي الاهلي طبعا لعيب كويس طبعا. عايز اتكلم معاك بقى عن اعارتك للبنك الاهلي، شايف ان الاعاره دي اخرتك شويه؟ هي اخرتني، بس هي المشكله ما كانتش عندي خالص. انا الكابتن خالد جلال، انا اتكلمت معاه، كنت بلعب مع الكابتن محمد يوسف، لعبت معاه 6 ماتشات، وبعد كده الكابتن خالد جلال مسك الفريق، ف بدات ما العبش خالص، ما بدخلش، بدخل معاه بس ما بلعبنيش. رحت اتكلمت معاه واتكلمت مع الكابتن كريم حسن شحاته، قلت له انا ايه ناقصني، دخلت له الاوضه قلت له انا ايه ناقصني ان انا اعمله ان انا اكون موجود في الفريق يعني، اتكلم معايا عادي. هو قال لي بس انت لعيب كويس ومستقبل وكل حاجه كويسه، بس هي مشكلتي ان انا بحب اللعيبه الخبرات. حتى كان معايا شادي رضوان، وشادي برده نفس الكلام ما لعبش، بس هي دي كانت مشكلته كلها معايا، ان هو اللي انا محتاج لعيبه تكون خبرات، لعيبه كبيره، لان الدوري لسه طويل واحنا دلوقتي في مرحله ان احنا ممكن نهبط، فمعلش مش هيكون ليك دور معايا كتير. وفي اخر السنه قال لي انت السنه الجايه معايا وانا اللي هبني عليك الفريق السنه الجايه. الزمالك بقى انا عارف ان كان في كلام ومفاوضات من ايام ما انت كنت في المحله، وكان في صراع عليك بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي كمان، وانت في غزل المحله قبل ما تيجي النادي الاهلي. الزمالك فاوضك اصلا كم مره؟ الزمالك فاوضني من ايام ما كنت في المحله كذا مره ان انا اكون موجود، وفي ناس من الاداره كلمتني وقتها، بس انا كنت مفضل ان انا اروح النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمري ان انا اعرف النادي الاهلي نادي ده اكتر نادي اوروبي في مصر، وانا لما دخلت النادي حسيت بده يعني. لكن ما فيش في الفتره الاخيره دي كان اي مفاوضات، او احنا سمعنا ده على السوشيال ميديا ان الاهلي ان الزمالك بيتكلم عليك او ان الزمالك بيفاوضك مع كان في مفاوضات بس مع وكيل، عن طريق وكيل ان هو كلمني، انما مش مباشر من حد من الاداره. مسؤول؟ مش حد من المسؤول. ده كان امتى الكلام ده؟ قبل ما الدوري ما يخلص باسبوعين ولا حاجه، كان في نزل خبر ان انا عقد انتهى مع الاهلي، بس ما كانش ده صح، فلقيت بناء عليه ان في كذا حد كلمني وناس من الزمالك. بس انت مكمل مع النادي الاهلي؟ تعادك ممتد قد ايه؟ كمان سنتين لحد 25 26. في كلام على تجديد؟ في كلام على ان انت تكمل؟ لا لسه بقى 3 لسه بقى سنتين. عايز اقول لك الطموح بتاعك الفتره اللي جايه او الموسم الجديد بتفكر في ايه؟ عايز تعمل ايه؟ التارجت بتاعك ايه؟ التارجت بتاعي الفتره الجايه ان انا اشارك مع النادي الاهلي بشكل مستمر، وعلشان عايز العب في المنتخب، لان ده طموحي من وانا صغير. انا كنت بلعب في منتخبات الشباب والناشئين والشباب، لعبت مع منتخب 99 و97، فكان دايما طبعا شعور المنتخب ده شعور تاني يعني. فانا ان شاء الله مستني بس اشارك واخد فرصه كبيره ان انا اثبت نفسي واكون موجود في المنتخب. وافتح الكوره ليه في ماتش الاهلي والزمالك؟ يعني عايز تفاصيل بقى، وايه اللي كان في دماغك ان ساعتها رفع الكوره ده كان ترند؟ احنا كنا كسبانين 1-0، الماتش بدا عادي، جبنا جون، وبعد كده الزمالك تعادل، واحنا جبنا جون، انا جبت الجون الثاني في الدقيقه حاجه و 82 82 83. في نص الماتش كان في لاعب من الزمالك جنب الدكه بالظبط وقع، فانا بروح رياضيه عادي طبيعي وبنلعب على ارضنا، طلعت الكوره مع ان انا كنت ممكن اعمل هجمه، ممكن اجيب جون، فخرجت الكوره بره، فانا اكتشفت ان المدرب بتاعهم كان قصادي كده قال لهم خدوا الكوره وراحتوا جون، فانا لا بحترمك وانت مش بتحترمني. فانا بعدها ما كانش دماغي اصلا ان انا اعمل اقف على الكوره يعني، انا دايما باجي العب اي ماتش او اي حاجه بحترم اللي قدامي، هو ممكن يكون متضايق متعصب، بس هو ده ما احترمنيش في نقطه معينه، فانا هي دي كانت جت في دماغي وقتها وعملتها على طول يعني. فهو سبحان الله يعني، ربنا قدر ان انا اروح هناك عند الكورنر واعملها يعني. لو كان رجع بيك الزمن تاني كنت عملتها؟ مش شايف ان دي مهاره خاصه، ولا دي بتبقى بتستقل شويه من المنافس؟ لا هي دي مش مهاره، بس مش بقالي مناسب المنافس ولا حاجه، بس عادي، هي كانت وفاء، كان وقتها كان حصل موقف وانا برد على الموقف ده عادي في الملعب. الدوري كنا بنتكلم عن ان كولر ما كانش عايز يبقى فيه هزيمه خالص، جيت قدام بيراميدز حصل الهزيمه،
سيناريو الماتش بعد الماتش خدكوا على التيتش، ليه اصلا رحتوا على التيتش؟ وهل انتوا كنتوا مضغوطين لما طلع واتكلم قال انا عايز اختم الدوري بالهزيمه؟ هو من اول سنه، من اول اجتماع، هو في احنا في قواعد ماشيين عليها، 1-2-3 انت بتخسر ماتش او بتتعادل ماتش متفقين اول ما يحصل حاجه زي كده نرجع كلنا للتيتش، اذا كان حد بيروح من هناك ياخد عربيته ده بيكون زي نوع من العقاب، بس ان انت بترجع دايما في الاوتوبيس فدايما جنبك اللعيبه فبتقعد تفكر في الماتش، بتقعد تفكر. ما بيتكلمش معاكوا في التتش؟ لا ما بيتكلمش معانا، هو اخر مره بس اتكلم معانا عادي ان هو احنا عملنا موسم كويس، وبعد ماتش بيراميدز عملنا موسم كويس، هو مش زعلان بس هو حس ان احنا ان في لعيبه كتيره تعبت يعني، فهو بس يعني ادى بعدها كام لعيب اجازه. خساره من بيراميدز افقدت بعض الشيء من الفرح بالدوري؟ لا خالص خالص، احنا اصلا كسبانين الدوري من قبل ما نلعب بيراميدز، ف احنا كنا بنلعب الماتشات دي يعني، ولو ما كانش في الماتشات دي ما كناش اصلا لعبنا ولا حطينا في دماغنا يعني احنا هنيجي تيتش ولا اي حاجه. لو هنتكلم عن الماتشات او هنتكلم عن البطولات السنه دي بالذات، لو هتكلم معاك انت بتشارك على فترات وموجود ويبقى ليك مشاركات في بعض الماتشات اللي بتبقى مهمه جدا، في بعض الماتشات انت الجمهور انتقدك فيها وانت كنت بتصور كمان ستوري او صورة في الملعب، بعديها تعرضت لهجوم كبير جدا من الجماهير وطلعت انت حتى ترد على الانستجرام عندك، ايه اللي حصل وايه اللي خلاك ترد؟ وهل حسيت ان الهجوم اللي عليك ده ان الناس بتتصيد لاي خطأ ليك؟ هو الموضوع كان بدأ من ايام مستر موسيماني، كان الناس كان كل مثلا بتنزل صوره ليا اي حاجه ليا عامه ليها علاقه باسم الناس كانت بتقعد تشتم. ليه؟ ما اعرفش، هي كان في ناس طبيعي بتدخل تشتم، هم حافظين ان هم هيشتموا كذا 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 موجهه ولا من غير قصد؟ ما اعرفش، لا هي اكيد انا ما اعرفش، بس هي كان بدخل بلاقي مثلا في ناس معايا بتشتم، فاخر فتره دي بالذات انا ما كنتش بشارك مع مستر كولر، الاقي ناس داخله بتشتم بعيدا عن الكوره بعيدا عن فنيات او اي حاجه، فانا طبيعي انت انسان هم بيقولوا رايهم او بيتكلموا، فانت طبيعي برضو بتحس وليك انت ليك اهل ليك صحاب بيكون منظرك قدامهم مش احسن حاجه، انا حسيت ان الكلام ده مش ملوش علاقه اصلا بالكوره خالص، هو كان باين كان كل الكلام ملوش علاقه بالكوره، فانا لما دخلت ما ردتش اصلا على الجمهور، انا بس يعني وضحت ان النقطه دي ملهاش علاقه اصلا بالكوره ولا الكلام ده بس. وتلقيت دعم كبير ساعتها من كل الناس؟ انا لحد دلوقتي في ناس كتيره بتكلمني وناس بتقول لي ما تسمعش الناس السوشيال ميديا، انا كده كده اصلا ما بركزش مع السوشيال ميديا قد كده، بس بلاقي ناس كتيره بتتكلم معايا كويس ان هم دايما هم الجماهير اللي بتكون في مش ناس مش موجهه، بس مش عايزين الشخص اللي قدامك ده ينجح، شايفينك شايفين ان هم مثلا احسن منك بس انت في مركز في مكان هم مش مكانه، ف ما تعرفش يعني. الانتقاد ده بيبقى دافع ليك ولا بيهمدك؟ لا اكيد طبعا بيكون دافع ليا، بس انا مش بحط حد في دماغي علشان انا مش مركز معاهم، بس لما بتكون بتوجهني انت طبيعي مثلا ليك راي تنتقدني في ادم في فنيات، انا دايما كده كده احترمك لان هو اصلا طبيعي لعيب الكوره او عامه انت كلاعب في الاهلي بيكون ليك انتقاد، بيكون ليك جمهور بيدعمك، جمهور بينتقد اللي انت اللاعب، فانت طبيعي بتحترمه وتتقبل ده، انت لو ما تقبلتش زي انت ما ينفعش تكون لعيب كوره اصلا، اما انت تخرج بره حته ان انت ما بتحترمنيش فطبيعي ان انا لازم ما اردش عليك، بس اوجهك اللي انت افهمك اللي انت مش بتتكلم بقى بطريقه كويسه. هل بتاخدوا تعليمات من مدير الكوره في النادي الاهلي انتوا ما تردوش على الجماهير، ما تتكلموش مع الجماهير، لو انتقدت ما حدش يرد، ولا عادي ما بيتكلموش على موضوع السوشيال ميديا؟ هم بيدوا لك نصايح، هم يعني اكبر منك خبره بيعرفوا اكتر منك، فبيدوا لك نصايح انت ما تعملش 1-2-3 وانت وتفكيرك ودماغك هتعمل ايه. الطبيب النفسي اللي جالكوا السنه دي فرق معاكوا؟ انا في حاجات كتيره بتحصل معايا كنت بروح اتكلم معاه، يعني اخر مثلا حاجه حوار موضوع الصوره دي الصوره، وفي حاجات كانت بره الكوره كنت بروح اتكلم معاه، يعني هو كويس من ناحيه نفسيه، حتى في ماتش قبل ماتش الوداد كان بيجي لنا في التمارين وبيشغل لنا الصوت الصفافير بتاعه الوداد اللي هم بيعملوها علشان تتعود على الاجواء من قبل الماتش باسبوع، عشان هو عنده مراحل كده معينه، المفروض انت قبل الماتش بيوم بتكون انت ريلاكس خالص، ما فيش اي حاجه ما فيش اي ضغوط عليك. ده فرق معاكوا بالايجاب، دوره كان مهم؟ الحمد لله طبعا. قبل ما انهي معاك بقى فقرتنا الاولى، عايزك توجه رساله لجمهور النادي الاهلي. الجمهور دايما بيكون الدعم الاول والاخير لينا، دايما
اما بينتقد لعيب، اللعيب دايما بيكون عايز يطلع احسن حاجه جواه، ما بيكونش عايز يخلي نفسه وحش او بيخليه منظر وحش. دايما كل اللعيبه اللي في الاهلي بتكون عارفه التيشيرت اللي هم لابسينه، بيحاولوا يطلعوا اقصى حاجه عندهم عشان يفرحوا الجمهور، لان دايما لما بنروح اي ماتش بنلاقي الجمهور معانا. انت ممكن اصلا تلعب من غير يعني تلعب بالجمهور ده، بس الجمهور ده بيكون رقم واحد. انت ممكن تكسب فرق اصلا بيكون ما بينك وبينهم الملعب انت مش كويس في الملعب، بس الجمهور ده صوت الجمهور اللي حواليك بيخليك تلعب وتطلع اقصى حاجه عندك. بعد الجمهور احنا دايما بنطلع اقصى حاجه عندنا، وان شاء الله نحقق كل البطولات ونفرحهم دايما ان شاء الله. جاهز للفقره الثانيه؟ لا لا لازم تبقى جاهز لها. الفقره الثانيه دي احنا هنغملك عينك وهنسالك اسئله بجد، وهترفع بقى ايه الاسئله بتاعتك سواء صح او غلط انت واحساسك. ماشي. جاهز؟ ماشي. نروح للفقره الثانيه مع محمد فخري. نغمينا له عينيه وهنساله اسئله ويرفع بقى تشوف بقى ايه احساسه هيبقى صح ولا غلط. جاهز؟ ماشي. انت ملتزم ولا خاربها؟ ملتزم. متاكد؟ طب ارفع ورقه. انا كده ماسكها صح؟ لا اعدل اهو كده وريها للناس. صح ولا غلط؟ هتشوف في الاخر. بتحب النوم ولا بتحب السهر؟ لا لا بنام بدري. متاكد؟ طب ارفع ورقه. دي برضه. تحب تروح الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ ما روحش الساحل خالص. يعني لو عايز تروح تروح فين؟ طيب طبعا. متأكد؟ طب ارفع ورقة. دي. لا يعكس يعكس. انت كده ما كنتش شايف ولا بتشتغلنا؟ والله العظيم مش شايف. طيب شيل بقى ال أكيد كله غلط. لا شيل ال دي اختياراتك. أنت خاربها وبتحب النوم تروح الساحل الطيب. صح بنسبة كام في المية الاختيارات دي؟ 100%. لا لا خريبة دي مش خريبة خالص. الساحل بنام بدري بس. إحساسك عالي أوي. الحمد لله. نروح بقى لفقرة الأسئلة السريعة. يلا. جاهز؟ جاهز. نروح للفقرة الأخيرة مع محمد فخري. الأسئلة السريعة دي أنت هتجاوبها على طول مش هتفكر. ماشي؟ دنيا سمير غانم ولا دنيا عبد العزيز؟ دنيا سمير غانم. طاهر عماد ولا هدى المفتي؟ طاهر عماد. هند رستم ولا سعد حسني؟ ما اعرفش سعد حسني. يعني ولا هند رستم ما اعرفش. اللي انت تقول عليه. انت عايز مين؟ لا انا مالي انت اللي عايز. هند سعد حسني. حياتم ولا فيفي عبده؟ اختار. مفيش حد. قلنا مفيش تفكير ولا دي ولا دي؟ كهربا ولا علي ربيع؟ لا كهربا. قفشه ولا سليمان عيد؟ لا قفشه. محمد الشناوي ولا محمد رمضان؟ مين نمبر 1؟ محمد الشناوي. انت عشان الشناوي في الفرقه وكده؟ لا لا هو نمبر 1. طيب مروان عطيه ولا الليسي؟ لا مروان. اكرم توفيق ولا عباس حموده؟ اكرم توفيق. بيعرف يغني اكرم برضه؟ اكرم. حمدي فتحي ولا كريم فهمي؟ انا بحب حمدي فتحي كده كده، وكريم فهمي بيقولوا ان انا شبهه شويه بس. يعني مين اوسم فيهم انت ولا احمد ولا كريم فهمي ولا حمدي فتحي؟ انا طبعا. عمرو السولية ولا احمد فهمي اخو كريم فهمي؟ لا الاثنين طبعا. لا اختار واحد. لا الاثنين. لا واحد. الاثنين والله. لا هي القاعده كده تختار واحد. عمرو فهمي. اللعبه ولا الصفاره؟ لا الصفاره. محمد شريف ولا رضا البحراوي؟ لا محمد شريف. تحبش رضا البحراوي ولا ايه؟ بحبه والله بس. طب مش هتغني حاجه لرضا؟ لا ما اعرفش حاجه واحده بس. لا والله ما اعرف. ايه انت مكسر الدنيا على رضا البحراوي في الافراح؟ لا لا يلا. أمينيم ولا أحمد السقا؟ مين أشرس؟ أشرس؟ لا أحمد السقا. أشرس من أمينيم؟ لا أمينيم خلي بالك هو صوته طيب. أمينيم يا ويلك على اللي هيحصل فيك، خش فيك تاكلينج ولا حاجة. لا لا هو طيب من أمينيم. معلول ولا معلول؟ لا معلول طبعا. أني واحد فيهم؟ الأولاني. طاهر محمد طاهر ولا ويجز؟ لا طاهر. تحبش ويجز؟ بحب ويجز. كله منحاز للأهلي كده؟ لا يعني بحبهم. ماشي ماشي. عبد القادر ولا حوضة بندق؟ لا عبد القادر مش منحاز لحد اصلا. حسين الشحات ولا بيرستاو؟ حسين الشحات ولا بيرستاو؟ الاثنين اكيد. لا اختار واحد. اللي قريب مني جدا بيرسي. التواصل ايه ما بينكم؟ بيرسي. بيرسي؟ بيرسي انا من اول سنه وانا معاه في بنقعد مع بعض في نفس الاوضه. بتكلم معاه بقى بتعلم عربي بيرسي؟
بتتكلم عربي؟ بس انا دايما بيكون الكلام بينا يعني كنت بتكلمه انجليزي مكسر ولا انجليزي؟ انجليزي. عيب عليك. امان؟ امان. فخري انت شرفتني ونورتني، واتمنى ان يكون الحوار كده كان خفيف عليك، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه كده للجماهير. انا مبسوط ان انا كنت موجود، وان شاء الله اكيد هيكون في حلقات هتحصل بينا تاني ان شاء الله. ان شاء الله. كده تبقى خلصت حلقتنا النهارده مع محمد فخري.